المسيح مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. أيضا برحب بمشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك مباشر. وأولا بحب أقول لكم أني افتقدتكم جدا في الأسبوعين الماضيين، ولكن أنتوا جميعا في صلواتنا حتى وإحنا مش معاكم على الهواء. صلاتي من أجلكم النهاردة ومن أجل حلقة اليوم إنها تكون حلقة تلمس قلوبكم بمحبة الرب ونعمة يسوع المسيح. قبل ما نبتدي في يعني موضوع حلقة النهاردة، عايز أقول لكم إنه يعني صلاتي إن الله يلمس قلوبكم بالحرية الحقيقية اللي اتعلمناها من محبته لينا. حلقة النهاردة موضوعها الحرية، وعنوان الحلقة هيكون الحرية في قفص الإسلام. سؤال: إزاي اتعلمنا إن في شيء اسمه حرية؟ وليه بتتوق النفس الإنسانية للحرية؟ في أشكال كتيرة جدا لطلب الحرية يعني بنشوفها حوالينا. يعني مثلا لو اديت لكم بعض الأمثلة، احنا عندنا مفهوم انه كل واحد عايز يتحرر من شيء او طالب حرية اكتر في يعني في موقعه في مكان ما او في حياته في مكان ما. خلينا ناخد بعض الأمثلة البسيطة. واحد مثلا في شغله ممكن يكون بيشتغل في مكان محدود جدا بروتين معين يومي، وتلاقيه مثلا بيتمنى انه تكون عنده حرية يغير شيء بسيط او يكسر الروتين ده، لان عنده امكانية، هو عارف انه يقدر يضيف في هذا المكان، لكنه محدد بالنظام الموضوع ليه في مكان العمل، فمش عارف يكسر الروتين. مثل تاني، مثلا كل بنت في مجتمعاتنا بتعرفه المثل ده، هو مثل عن حرية اختيارها. فحرية اختيار بالنسبة للمرأة في العالم الإسلامي يعني محدودة جدا في لأي أمر في حياتها، من أول ما تصحى من النوم لحد ما تنام، من قصة شعرها لجوازها لخلفتها وأسماء أولادها. من امبارح شفت على تويتر في يعني واحدة كاتبة بتقول كده يعني زي تعبير عن إزاي إنها مش عارفة حتى تتحكم في قصة شعرها. فبتقول واحدة بتقول لأمها عايزة أقص شعري، تقول لها لا يمكن، أبوكي لازم هو اللي يقرر تقصي شعرك ولا لا. يجي أبوها تقول له عايزة أقص شعري، يقول لها لا لا يمكن تقصي شعرك، لا يمكن، لما تبقي تروحي بيت جوزك يبقي اعملي اللي انت عايزة. تروح بيت جوزها يقوم جوزها يقول لها نفس الكلام، لا يمكن شعرك ده بتاعي محدش يقدر. وهكذا الكلام ده ممكن يعني بعض السيدات يقولوا دي مبالغات، لكنها حقيقة وواقع في حياة الكثيرين أو الكثيرات. من جزء من قصة رهف محمد مثلا، قصت شعرها فتحبست 6 أشهر، ما عندهاش حتى الحرية إنها تقص شعرها، مش تخرج بقى برا البيت ولا تسيب البلد. فاللي قاعدة بتسمعني النهاردة وعندها بعض حرية الاختيار في شيء، عايزاكي تفكري كده شوية وتشوفي ما عندكيش حرية الاختيار في ايه تاني. يعني مثلا البنت تتجوز يقولوا لها لازم تخلفي، تخلف يسموا العيال على كيفهم، يعني ما تقدرش تقول مثلا لا انا مش عايز اخلف دلوقتي، لا لازم، مدام يعني ده جزء من ادائك في الحياة. هناك سيطرة على أمور الحياة في حياة المرأة العربية، المرأة المسلمة بشكل عام. وعلى فكرة ده برضو بينطبع على حياة المرأة المسيحية في المجتمع الشرقي. بتلاقي إنه في حاجات في العادات والتقاليد أخذناها من الإسلام وبقت يعني تمثل هذا المجتمع في حياة المرأة المسيحية وإحنا مش واخدين بالنا. بس لازم نفهم بواطن الأمور، ولازم نفهم الأمور دي بنعملها ليه وجاية منين. في مثل آخر بقى بنشوفه في مجتمعات وبلدان كاملة بتطالب بالحرية، في ثورات وانقلابات شفناها في الوقت القريب وعلى مر العصور. الإنسان بيطلب الحرية عندما يوضع تحت قيود ويشعر بمحدوديته ويشعر بالضغط عليه ويشعر بضغط هذه القيود عليه.
لكن السؤال الحقيقي، كيف تعرفت النفس الإنسانية على معنى الحرية؟ ده سؤال أنا سألته لنفسي قبل ما أسأله لكم، لكن أتمنى أن السؤال ده اللي أنا بطرحه عليكم النهاردة يكون سبب أنك تفكر في نفسك. أنت عرفت منين معنى الحرية؟ من ظروفك، من يعني من تعليمك، من عيلتك؟ طب ده أنت، لكن أنت كإنسان إيه منبع معرفتك لمعنى الحرية؟ وهل الحرية اللي أنت تعرفها دي حرية حقيقية ولا مش حقيقية؟ حابة جدا أن أنا أسمع إجاباتكم، وهيكون التليفون مفتوح كمان عندنا، الواتساب ده تقدروا تطلبون عليه فري. فعايزاكم تقولوا لي إيه رأيكم، النفس الإنسانية متى عرفت معنى الحرية؟ مشاركاتكم في الموضوع ده على مدار الحلقة هتكون مهمة جدا، علشان خاطر نعرف احنا بنفكر ازاي، تعلمنا ايه. خلينا نبحث الموضوع مع بعض شوية بصورة اعمق. يعني ايه حرية؟ في عدة تعريفات للحرية من الناحية العامة ومن الناحية الإسلامية ومن الناحية المسيحية. احد التعريفات عن الحرية بتقول كده، ده تعريف مهم جدا لأنه بيجتمع عليه يعني ناس كتيرة جدا، هي أنه الحرية أن يكون لك سلطة أن تفكر وتفعل وتتكلم بدون أن يكون هناك قيود عليك تحدد قدرتك على الاختيار. يعني إيه؟ يعني أنه يكون عندك قدرة أنك تفكر ومحدش يتدخل، تعمل حاجة ومحدش يتدخل، تتكلم في حاجة ومحدش يقول لك ما تتكلمش. علشان كده معظم الدساتير العالمية بتقول كده انه الحق الانسان ليه حق في الوجود، ليه حق في الاختيار، ليه حق في حرية التعبير من غير ما يكون عليه قيود تحدد هذه القدرة على الاختيار. الجزء الثاني أو المعنى الثاني اللي غالبا ما يعني بيتفق مع التعريف اللي قلناه ده، إنه إنك تختار لنفسك بدون أن تضر الآخرين. عندما يصل الإنسان إلى فهم ومعرفة حقيقية يستطيع إنه يختار لنفسه ما يريد من غير ما يكسر حرية الآخرين. فاكرين من فترة عملت حلقة اسمها حريتي ونقابك أمام المرآة. إذا كان لبسك شكلك يعني بيهدد حرية الإنسان اللي انت بتتعاملي معاه كل يوم، أو حياته اليومية اللي انت بتتعاملي معاه فيها كل يوم، إذن يجب أنك تقفي وتنظري في الأمر وتشوفي إذا كان الاختيار ده بيضر الآخرين، بيضر المجتمع، بيخالف العادات والتقاليد ولا لا. معنى تاني وهو المعنى الشائع للحرية واللي دايما بنلاقيه الشيوخ يبتدوا بيه الأول، يقولك الحرية ضد العبودية، في عبد وفي حر، ودي من أوائل التعريفات اللي بنجدها في المعاجم العربية. ليه؟ لأنها مرتبطة بآيات قرآنية وخصوصا في آيات القصاص، فيتكلم عن الحر بالحر والعبد بالعبد وهكذا. ودي نقطة مهمة قوي، عندما يكون كل شيء في المعاجم اللغوية العربية مقيد بآيات قرآنية، فده بيشكل الذهن والمفهوم الإنساني اللي انتوا بتستقبلوه من غير ما انتوا واخدين بالكم. فبدل ما تفكر في الحرية بالمعنى الأوسع اللي بيشمل العالم كله، بتفكر في الحرية من المفهوم الإنساني اللي في يعني في نفس اللحظة لما تيجي تاخد التعريف ده في البداية، يعني بداية في موضوع القصاص لما يقولك الحر بالحر والعبد بالعبد والكلام ده، على طول يضع للحرية، يكسر الحرية، يكسر مفهوم الحرية. لأنه إذا كان الإنسان مولود حر، ربنا خلقه حر مش مولود حر بقى، لأنه موضوع الولادة ده بقى فيه يعني قوانين دلوقتي تحت القوانين الإسلامية أو قوانين استعباد البشر بشكل عام. هل ده من فعل الله أم من فعل البشر؟ ده سؤال مهم. مجرد أنه يذكر هذا الأمر، إذن ده بيورينا أنه في مشكلة في موضوع الحرية.
العبودية والقيود عكس الحرية. وطبعا في الإسلام منذ البداية إله الإسلام وضع الإنسان في مكانة إيه؟ كلنا نقول إيه؟ إحنا عبيد الله، مش كده؟ طبعا إخواتنا المسلمين اللي بيسمعوني دلوقتي هقول لك يعني أنت بتستكبري إن أنت تكوني عبدة الله، يعني عبدة لله، ولا هو في حاجة تانية غير إن تكوني عبدة لله؟ الموضوع مش كده بالطبع، لا. يعني أنا مش بستكبر أبدا إن أنا أكون عبد الله، بالعكس بولس الرسول نفسه قال عن نفسه عبد يسوع المسيح، أنا بولس عبد يسوع المسيح باختياره. خليني أقول لكم ليه بولس الرسول قال كده وإيه الفرق في المعنى ده. الرسول بولس كان بيتكلم على قانون اتكلم عنه الرب في العهد القديم. في العهد القديم كان أما يكون في حد عنده عبد، العبد ده بيخدم عند الشخص لمدة معينة 7 سنين أعتقد، وفي السنة السابعة العبد ده بيعطى شيء من المال والمعونة علشان يقدر يعيش بيها ويطلقوه. ولكن إذا العبد ده قال لا أنا مش عايز أسيب بيت سيدي، أنا عايز أبقى في هذا البيت لأن أنا جزء من هذا البيت، فيبقى العبد في البيت ويدوا له علامة، يحطوا له حلق، يحط يعني في كان يعني طريقة بيعملوا كده، يحطوا الودن على الباب ويدقوا مسمار في الودن، حاجة زي كده يعني. المهم في علامة على إن هذا العبد اللي هيلبس الحلق ده أو هيبقى عنده العلامة دي على ودنه ده باختياره بقي في البيت، فأصبح من أهل البيت، لم يصبح عبد بقى، خلاص بقى من أهل البيت. أوكي؟ فلكن الفرق هنا مش أنا وإنت، أنا بقول إيه وإنت بتقول إيه، والفرق حتى مش إنه أنا أستكبر أبقى عبد الله ولا لأ، أو بولس الرسول قال إيه ولا لأ، لكن الفرق إنه الله بيقول إيه. الله في أماكن متعددة من الكتاب المقدس الرب بيدعو المؤمنين أبناؤه، بيقول علينا كده أبناء الله، لأنه بقينا لما بنتوب ونقبل عمل المسيح وبنعيش مع الله بقينا أبناءه، بقينا جزء من عائلة الله، بقينا جسد اللي ربنا حطه على الأرض علشان يمجد اسمه، علشان يوصل صوته، فما بقيناش عبيد، بقينا أهل بيت، بقينا أصحاب بيت. بصلي أنه النهاردة كل واحد واحدة بتسمعنا يكونوا عندهم اشتياق يكونوا من أهل بيت الله الحقيقي، من عيلة المسيح الحقيقي، لأنه بالمسيح إحنا أصبح لينا الحق إننا نكون أبناء الله زي ما هو ابن العلي يدعى. خليني أنقل بقى على فكرة مهمة قوي عايزة أقولها لكم، الفرق بين العبادة والاستعباد. إبليس يستعبد الناس بإيه؟ بالخطية، والله يعطي أبناؤه الحرية منذ البدء. ابتدى معانا الله بالحرية، وحتى اليوم الله مازال يعطيك حرية، إذا كانت حرية تخلصك من الخطية أو إذا كانت حرية الاختيار، عندك حرية الاختيار، تستطيع أنك تختار، والله بيوجهك في ده، روح الله اللي بتمشي معانا عشان توجهنا بيوجهنا للطريق الصحيح. الفرق بين انك تكون بتتعبد العبودية من الاستعباد، لكن العبادة من التعبد، والتعبد في المسيحية هو علاقة شخصية بالله، هو محبة لله، هو تقديم إجلال وتعظيم وحب لله اللي بيبادلك نفس هذا الحب، اللي بيعاملك كابن. ولكن العبد الذي ينفذ الأوامر مش محسوب من العيلة، ده عنده شغلة بيعملها وما يصدق يخلص الشغلانة ويمشي. إبليس بقى من أهدافه الرئيسية أنه يكبل الإنسان بقيود تحدد اختياراته، وده اللي احنا هنشوفه في الإسلام. فكرة الإسلام والعبودية هي طبعا
عكس المسيحية والحرية أو المسيح والحرية. الفكرة هنا مش في الديانة ولكن في الله الظاهر في الجسد في يسوع المسيح اللي أعطانا الحرية. في الظاهر الإسلام بيقول كده عندهم فكرة تحرير العبيد، ولكن في الواقع استعباد كل من خالفهم. عايز أقرأ لكم يعني مقال حيوضح لكم الفكرة دي. في الظاهر الإسلام بيقول إحنا الإسلام جه علشان يحرر العبيد، لكن في الواقع هو ما عملش كده أبدا، وما زلنا نرى أن الاستعباد وسبي البشر ما زال بيحدث في هذا العصر بسبب الفكر الإسلامي. سبايا الحرب شيء يعني معروف أنه مقبول ولا يستطيع أن يختلف عليه علماء الدين. عايز أقرأ لكم مقال من موقع طريق الإسلام للأستاذ محمد علي يوسف، هتشوفوا الصورة اللي جاية دي. بيقول كده، سأل واحد اسمه طارق بيقول له لماذا لم يحرم الله العبودية؟ أوكي. فبيقول له كده، فكرة محاكمة الإسلام لتصوراتنا الحالية والتي لم تستقر إلا منذ بضعة عقود فكرة خاطئة. بص يا طارق يا صديقي، بس أنا عجبني قوي الأستاذ محمد وهو بيتكلم بالعامية وبيحاول إن هو يعني يبسط الأمور لطارق اللي مش فاهم. يا عيني طارق بالطبيعة عايز يقول أنت جبت لي دين عشان يغير حياتي، ولكن هذا الدين لم يعطيني إلا أني أكون عبد ويستعبد الناس أيضا، فلماذا لم يحرم الإسلام العبودية؟ فالأستاذ بقى محمد بيرد عليه بقى وهو بيتسلى يعني بص يا طارق أفهمك بقى كلمتين. لحد أقل من 100 سنة فاتوا كان الرق نظام قائم في كل الدنيا، ولم تأتي شريعة تقننه وتسد أغلب منافذه وتضبط العلاقات مع العبيد والإماء إلا الإسلام. لكن لابد من اعتبار مهم حين ننظر إلى الرق، وهو ألا ننظر إليه بمنظار واقعنا المعاصر. يعني إحنا دلوقتي أجيال نشأت والنظام ده مش موجود، فلن نستطيع أبداً إن إحنا نضبط تصور من عاشوا منذ قرون وتوارثوا عن أبائهم وأجدادهم هذا النظام. يعني عايز يقول له إيه، أنت يعني الكلام ده كان موجود من زمان، والنظام ده إحنا الإسلام ما كانش هيجي يقدر يغيره كده بسرعة. فعايز يقول له إنه النظام ده اللي كان موجود من زمان كان نظام طبيعي، يعني ما تقعدوش تتهمولي الإسلام. إحنا بس في 100 سنة اللي فاتوا ابتدوا الناس يقولوا ما تستعبدوش الناس. لا، الكلام ده مش حقيقي أبدا. الإنسان منذ بدء الخليقة يرفض الاستعباد، حتى ولو كان الكتاب المقدس مليان بالكلام عن ناس استعبدوا وسبايا الحرب وعن شعب الله نفسه يسبى ويعتبر من العبيد، مش كده؟ ولكن ده نتيجة للخطية، نتيجة لعبادة غير الله، نتيجة لمخالفة الله. الله نفسه لا يرضى لأولاده أنهم يكونوا عبيد أو يستعبدوا، هو مش عايز ده، لكن نتائج خطاياهم بتوصلهم لده. فهو عايز بقى نكمل المقال ده. يعني الأستاذ محمد بمنتهى السذاجة ابتدى يتكلم عن، أنا أسفة يعني مش قصدي الإهانة هنا، لكن التحليل اللي قدمه ساذج جدا، لأنه ابتدى يتخيل أنه النهاردة بيقول له كده أوكي، بيقول له النظام ده كان مش موجود، فلن نستطيع أبدا ضبط تصور من عاشوا من منذ قرون وتوارثوا عن أبائهم وأجدادهم هذا النظام. الرق في الوقت اللي نزل فيه الإسلام كان جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية نفسها، والرقيق كانوا مال حقيقي، والبعض كان أغلب ثرواتهم من هذا المجال. عارفين مين اللي كان أغلب ثرواته من هذا المجال؟ محمد، لأنه كان يتاجر في العبيد. فهو لما يكون يعني أشرف الأنبياء عمل كده، فهو بيقول لهم أنه الاستعباد شيء يعني عادي، وبعدين بيقول لهم أنه كان في أجيال نشأت وترعرعت على هذا الأمر. يقول إيه،
يعني لو حضرتك كده ظهر النهاردة قانون فجأة بيأمم السيارات والشقق والبيوت، إيه هيكون رد فعل أصحاب تلك الأملاك حين تأتي لتجردهم فجأة من أموالهم؟ كمان كان في أجيال متتابعة نشأت وترعرعت، عبيد وإماء، ودول قنبلة اجتماعية واقتصادية موقوتة. إنسان نشأ وترعرع وهو لا يعرف شيء إلا أنه عبد تابع لا يتصرف ولا تتصرف في أمر ولا هي لهو ولا هو يعني يتصرفوا في أمر نفسهم، وفجأة قالوا له تفضل اتصرف وتصرفي، لا لك بيت ولا مهنة ولا غيره. أنا عايز أقول حاجة، إن الكلام ده إدانة للإسلام نفسه وإدانة يعني في مقتل، لأنه الأستاذ هنا بيقول إنه الله وافق على إنه يتماشى مع الأمور، طبعا حاشا لأن ننسب هذه الجهالة لله الحقيقي، ولكن هو تماشى مع الأمور علشان بس إيه ما يبوظش البيزنس بتاع الناس، علشان ما يوقع لهمش الحاجات اللي هم بنوا عليهم أملاكهم، من ضمنهم الراجل اللي هو بعته وحشيته ونسائه لما كانوا بيبيعوا ويجملوا الجارية كده وتروح تبيع عيشة مثلا، مش كده؟ لكن أيضا بيشيل من إنسانية وذكاء الإنسان ومعرفة الإنسان لحقيقة إنه الله خلقه إنسان بيعرف يفكر ويعيش. فبيقول لك إنه العبد يسلب كل شيء حتى تفكيره، هو بيقول كده ليه بقى؟ لأنه لو العبيد دول حررتهم فجأة مش هيعرفوا يتصرفوا. فأنا عايز أقول لك الصورة اللي أنت رسمتها دي يا أستاذ محمد هي صورة ما يفعله الإسلام في عقول المسلمين، استعباد عقول وأفكار المسلمين، يسلب المسلم والمسلمة حق التفكير، ولكن القدرة معطاة من الله الحقيقي، والروح القدس يبكت قلوب إخواتي المسلمين النهاردة اللي بيسمعوا، اللي عايز يقول لكم أنا خلقتك عشان تكون ابن ليا، ما خلقتكش وخلقتك علشان تكونوا عبيد مستعبدين لاسطمبة، لحاجة كده يعني صندوق تتحطوا فيه. أنا خلقتك وخلقتك علشان توصلوا لأفاق بعيدة من المجد ومن الحياة الرقية اللي أنا من الأصل خلقتها ليكم. ده مش كلام إنشاء، ده كلام كتابي جدا وكلام يتحقق في حياة المؤمنين النهاردة. أوكي. بيقول كده اللي أبوه وجده كانوا عبيد هيعمل إيه لما يلاقي نفسه مش عبد فجأة كده؟ هيبقوا قنبلة موقوتة، هيعملوا مشاكل، ويبتدي بقى إيه اتهم الإنسانية والناس اللي مثلا لما بيتكلم على لما كان في الغرب الناس بيستعبدوا الناس اللي من أفريقيا، وبيقول كده إنه الناس دول لما حرروهم فجأة بقوا عملوا مشاكل غير عادية، وبقوا عايشين بالدعارة وعايشين بالسرقات، وبقى في مجتمعات في الشرق في الغرب زي في أمريكا مثلا إنه نسبة الجريمة والبغاء فيها نسبة عالية جدا في المجتمعات اللي فيها العبيد اللي حرروا. أنا عايز أقول إن الكلام ده كلام غير حقيقي وعاري من الصحة تماما. المجتمعات الأفارقة اللي موجودين في أمريكا عندهم مشاكل زي أي مجتمعات فقيرة، زي أي مجتمعات لا تعامل يعني بكرامة، أو زي أي مجتمعات تضطهد، زي أي مجتمعات بتضطهد للشكل أو للون أو للدين وهكذا. ولكن إنك تحدد هؤلاء الناس في اسطمبة علشان إنه هو عبد لم يستطيع أن يحقق شيء، لا، ده أنت كان عندك واحد أصوله أفريقية رئيس يعني أقوى دولة في العالم، من أذكى الناس وألطف الناس وأكرم الناس الأفارقة الموجودين في أمريكا. بس علشان نجمل الصورة ونقول انه يعني شوف الاسلام ما عملش كده عشان ما يبوظش الدنيا، لا، هنا
اللي نقف يعني نسأل عنه، إنه لماذا لمدة 14 قرن لم يرى إله الإسلام إنه ده إجحاف حق بشر هو خلقهم لو كان، بس لأنه في الحقيقة ليس هو الخالق لهؤلاء البشر ولكنه هو السالب. إحنا بنتكلم عن إبليس هنا اللي جه علشان يسلب حقوق الإنسان ويسلب حرية الإنسان ويسلب ما أعطاه الإنسان الله للإنسان من روحه علشان يعرفه. بصوا، من ضمن القيود الخفية الموجودة في الإسلام هي الأوالب اللي وضع فيها التعليم الإسلامي وإله الإسلام عقول المسلمين. يعني عارفين أنه الأوالب دي أنتوا مش قادرين تخرجوا عنها لأنك ما عندكش فرصة، حرام، غلط، عيب، العقل ولا النقل. فاكرين نسأل الأخت مارينا في الموضوع ده تقول لك لا انقل انت اسطمبة. هقول لكم حاجة، في اليابان عملوا بطيخة مربعة، تعرفين كده؟ أكيد في منكم كتير شافوها. لو نحط الصورة، شوف البطيخ المربع ده اتعمل في اليابان فعلا. اوكي، بيعملوا ايه؟ يجيبوا البطيخة ويروحوا حاطينها في، ما تطلع كده البطيخ تبقى صغنونة، يروحوا حاطينها في صندوق. اوكي، كله مقاس واحد، شايفين؟ كله مقاس واحد. النهارده كنت بتكلم مع الشباب بقول اوكي حقيقه او غير حقيقه، انا عارفه ان ده حقيقه فعلا، يعني قالوا ان هو فعلا ده حقيقه. اذا كان البطيخ ده اتعمل كده فعلا، اتخذ من هو صغير واتحط في قالب وكبر بنفس الطريقه وسابوه يكبر لحجم معين بس وايه ويشلوه. فبيقولوا لي اليابانيين منظمين، فعلشان ده يبقى افضل في انك تحطه فوق بعضه، بياخد مساحات اقل، يو عندهم افكار عشان يحسنوا المنتج بتاعهم. لكن الواقع انك لما بتعمل كده البطيخه دي عمرها ما هتكبر للحجم اللي ممكن تكبر له، انت حطيتها في قالب واحد. فعقول الناس اللي بيتعامل معاها الشيطان في التعليم الاسلامي هي نفس الشكل، كلكم هتبقوا بطيخ مربع. ليه؟ اتعلمنا حاجات ومشينا على الاسطمبة. انت ماشي على الاسطمبة. شفتوا في الفترة الأخيرة دي، حصل من كام يوم كده، انه شابات بلجيكيات كانوا في المغرب بيحاولوا ان هم بيشتغلوا على حاجة، مشروع لبناء طريق او حاجة زي كده، متطوعات جايين علشان يحسنوا حاجة ويساعدوا ويحطوا مجهودهم، يقولوا احنا اخواتكم اهو جايين نساعدكم. فشافوهم الناس في الحر المولع بتاع المغرب ده، ودول بلجيكيات جايين بالطريقة بتاعتهم بتفكيرهم، لابسين شورتات ولابسين تيشرتات وواقفين بيشتغلوا في الحر الولع ده وبرانيت وكل حاجة، مش جايين يتمنظروا عليكم، لكن هو ده اللي بيلبسوه في بيوتهم، هو ده اللي بيلبسوه في بلادهم. فراح واحد أستاذ قال كده إنه دول لازم تتقطع رقابهم علشان تعدوا وتجرأوا على الإسلام. إسلام مين؟ هي المغرب كلها إسلام؟ هو أنت يعني الإسلام ده بقى هو لازم يمشي فوق رقاب العالم؟ ما بلاش تدخلوا ناس بقى تساعدكم، ما بلاش تدخلوا سواح، ما بلاش تتعاملوا مع العالم بقى. إذا كنتوا عايزين تفرضوا على العالم القالب، طلع راسك من صندوق البطيخة دي، لازم نفكر فيها. طلع راسك من صندوق البطيخة. عندما نسأل الفقهاء عن حرية الفكر والحرية في الإسلام يقولوا إيه؟ طبعا طبعا موجود، الحرية موجودة في الإسلام، بس ليه فيها ضوابط؟ على طول تظهر بقى إيه الكلبشات بقى، على طول تظهر صناديق البطيخة، الضوابط بقى. عايزه اقول لكم، حطينا لكم فيديو على المرأة المسلمة، هيكون موجود دلوقتي او بعد شويه هتلاقوه، للشيخ احمد صالح المنجد بيتكلم فيه عن الحرية في الإسلام، وانه يعني على طول راح داخل في ايه، حرية الفكر،
هناك فرق، هقول لكم بعض الحاجات اللي قالها. قال هناك فرق بين حرية الفكر وحرية الكفر، عشان ايه ما يبقاش ما تخلطش في الامور. انت ممكن تفكر بس مش من حقك تكفر. طب لو انا بفكر في مخي وفكرت انه الكلام اللي انت بتقوله ده مش منطقي وانا مش موافقه عليه، انت اعتبرتني كافره. انت حتى عايز تقيد حريه تفكيري في مخي من غير يعني مش عارفه اقول ايه، يعني عايز ازاي هتحجر على انسان انه يفكر في اسئله بيسالها عن ربنا اللي انت هتعتبرها كفر، او في اسئله هو بيسالها عن حياته. يو ازاي حريه الفكر وحريه الكفر؟ بيقول كده هذا خلط في نظر الاسلام. انتوا عندكم مشكله في حد الرده، وده يعني حد الرده وحديث من بدل دينه فاقتلوه. بيقولوا كده، ده الشيخ هو اللي بيقول كده، بيقولوا انه ازاي يعني تقولوا اقتلوه، لان الانسان اللي بدل دينه ده انسان حر، ان اراد ان يخرج من الدين هو حر. فبيقول كده الشيخ لا، يصبح الدين هنا بقى بوابة بلا باب ولا راعي ولا حارس، وهكذا يصبح الدين ألعوبة. شايفين ازاي انه كل مرة نتكلم في موضوع التفكير، الحرية، الاختيار، يبقى في العبارات اللي بنقدمها دي، في بوابة، في باب، في حارس، في راعي، في انتوا هتلعبوا بالدين الكورة. خليني هقف هنا واخد مكالمة. معانا الاخ بولس. سلام المسيح، اهلا اخ بولس. سلام المسيح معاك يا اخت اماني. سلام ونعمة اخونا، اهلا بيك. ربنا يباركك يا رب ويحميك يا رب ويخليك. شكرا. ايه الاخبار، انت متابع الحلقة النهاردة يا بولس؟ من صباحها من اول، وحلقه جميله قوي 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 صراحه. ربنا يباركك. قول لي يا بولس، ايه رايك انت في الحريه؟ انت عابر، ويعني لو كلمتني عن الحريه اللي انت بتشعرها اليوم تقول ايه؟ دلوقتي ولا قبل؟ اعبر بطريقتك. لا دلوقتي انا عايش في حريه تامه، عايش في حاجه يعني حاسس بقيمتي، حاسس بانسانيتي، حاسس بليا راي، بليا يعني التفكير الخاص، بحق اني انا اعتقد اللي انا عايزه، اعبد اللي انا عايزه. لكن الاول طبعا ما كانش كده. طيب الاول تفضل. لا كمل كمل. الاول يعني اقول لك على حاجه، مثلا انا 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 يعني انا ما اخترتش ديني. ولدت لقيت نفسي مسلم. انا ما اخترتش ديني. الطبيعي اني انا ما دمت ولدت اني اختار ديني، لكن للاسف لو غيرت ديني مفيش حريه، ممكن اتقتل او اضطهد او حاجه. طب فين الحريه دي؟ لكن بتوع زمان اللي هم دخلوا الاسلام دخلوا بحريتهم. فلما كانوا هناك، لما كان يجي واحد يرتد منهم فقال يقتلوه، لان هو اختار بنفسه ورجع. واخد بالك اخت اماني؟ يعني لكن انا ما اخترتش ديني، انا المفروض اختار ديني بحريتي برايي بحد. طب ويعني وهو حتى اللي اختار دينه، يعني حتى اللي اختار الاسلام ورجع، هل يقتل؟ يعني هل من العدل انه يقتل؟ لا طبعا مش من العدل، بس هم عندهم قوانين ان من يرتد منكم عن دينه فاقتلوه. هو يقصد ان كان زمان في معسكر المسلمين ومعسكر الكفرة واللي بيحاربوه دول. لا بس استنى يا بولس، ما ينفعش ان واحد مثلا من المسلمين. لا بولس استنى بس، عايز اقول لك حاجه. ده ينطبق، من بدل دينه فاقتلوه، ده ينطبق على اللي مسلم. انت مولود مسلم ولا مش مولود مسلم،
انت برضو يطبق عليك هذا الحد، حد الردة يطبق عليك حتى لو انت ما اخترتش دينك زمان او دلوقتي. فده شيء يجمع عليه الفقهاء. بالظبط. اوكي. طيب انا يعني سعيدة ب تفضل. حتى يعني النسوان والستات عندنا كانوا في اسرائيل ما تلاقيش حريه خالص للبنت، البنت ما يعني ما لهاش حريه ان حتى تختار المدرسه اللي هتروحها. نعم. ما بتختارش ما بتختارش اللبس بتاعها. ما تقدرش يعني ما فيش حاجه، لازم كل حاجه يوافق عليها ابوها ومامتها. اي حاجه ما لهاش راي نهائي. حتى ده كان عندنا، كان عندنا في البيت برضه، انا كان كنت اشوف المشاهد دي، انا ما كانش في حريه ليها خالص. طيب مفيش اي حاجه لازم ابوها يوافق عليها. طيب. اي حاجه تتخيل، اي حاجه في الدنيا. مظبوط. طيب للاسف انا سعيده باتصالك يا بولس، بصلي ان الرب يكمل عمله فيك ومعاك. عايز اعلق على حاجه بسيطه انت قلتها. اولا حد الرده زي ما قلنا كده، ده يطبق على اللي كانوا واللي دخلوا واللي ما دخلوش، يعني ده مازال مطبق حتى اليوم. اوكي. الحاجه الثانيه اللي انت قلتها انا فاهمه انت تقصد ايه، لكن عايزه اوضح للمشاهدين انه احنا في المسيح بنقول انا عندي حريه اعمل كل شيء، مش كده؟ انا اقدر اختار كل شيء، ولكن ايه ضابط اختيارك لكل شيء؟ يعني الكتاب المقدس بيقول كل الاشياء تحل لي، ولكن ليست كل الاشياء توافقني، او وتوافقني دي توافق الله. فاختياراتنا دايما لازم تكون حسب قلب الله، مش حسب شهواتنا الشخصية ابدا. لا لا لا، مش طبعا مش حسب هوائنا. لا يا سيدتي أمالي، لا لا انا ما اقصدش كده. لا انا عارف انك ما تقصدش. انا عارف ما اقصدش كده. لا انا عارف انك ما تقصدش، انا بس حبيت اعلق على دي علشان المشاهدين يفهموا. انا بصلي من اجلك والرب يباركك، وشكرا على اتصالك اخويا بولس. طيب اوكي. خليني أرجع أكمل فكرة الشيخ صالح المنجد. بيقول كده هيبتدي إيه الدين، هيبقى ألعوبة وفي إيدين الناس. وبعدين بقى بيوضح الآية المهمة قوي، الآية دي اللي هي بتاعت لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين دي بيستخدمها الشيوخ والفقهاء وكل الناس لما تيجي تتكلم عن الحرية، يقولك لا إكراه في الدين يا أخي أنت حر. بيقول بقى معنى لا إكراه في الدين، اسمعوني كويس، معناها ايه بقى؟ على ضوء الأحاديث والآيات الأخرى اللي هي من ارتضى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مثلا، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله مثل ثالث، لا إكراه في الدين معناها إن أراد أن يبقى على دينه، يعني أروح أغزو واحد مسيحي عايز يبقى على دينه ولا يهودي يبقى على دينه، بس يدفع الجزية فله ذلك، عايز يبقى يدفع الجزية ماشي، لكن يتقال له إنه إن مات سيدخل النار بس. ويقول كده إنه محمد قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا مسيحي ولا يؤمن إلا دخل النار. ضوابط الحرية في الشريعة يعني موضوع مهم جدا، لأن الحرية في الإسلام مش زي الغرب. هو بيقول كده الحرية التي نريدها هي الحرية التي جاء بها الإسلام فيما جاء به محمد، ليست كدساتير الغرب. أنت حر ما لم تضر غيرك، لكن الإسلام بيقول إن الحرية لها ضوابط وقيود. الحرية في الإسلام أن لا تضر بنفسك، والضرر يبين في الكتاب والسنة. يعني بيقول فهمتوا حد هنا انتهى كلامه. بيقول انت حر ما لم تضر في الغرب، لكن احنا بنقول الاسلام بيقول غير كده، ان الحرية ضوابطها اللي جاء بيه محمد في الكتاب والسنة، وانت مش حر حتى في نفسك. ترجمة ده ايه في حياتك؟ انك انت دائما مقيد.
هل يمكن للمجتمع الإسلامي أن يتطور للمعنى الحقيقي للحرية، لحرية الأفراد واحترام الإنسان؟ خلينا أديكم مثل. إحنا شفنا في تطورات كتيرة في شكل الحياة في السعودية. أنا كنت يعني عمالة أفكر في الموضوع ده بقالي فترة، في الأسبوعين اللي فاتوا دول، قول يا رب يعني هل دي حاجة إحنا نحتفل بيها مثلا؟ يعني هل دي حاجة فيها حرية حقيقية لإخواتي اللي من السعودية؟ الأمير محمد بن سلمان أخذ قرارات تاريخية جدا في الفترات اللي فاتت، يعني زي مثلا فتح السينمات والملاعب الكورة والمقاهي المختلطة، والستات بقوا يخرجوا ويعني والعباية، ويعني بقى في، وشال بتوع الناس اللي كانوا ماشيين بالعصيان دول بيهددوكوا في كل وقت، وبقى في حفلات موسيقية ونجوم عالميين وعالميات سافرات، يعني بقى في ديسكو في السعودية، قيادة المرأة، وأخيرا السماح للمرأة والشاب، المرأة اللي 18 سنة والشاب اللي 21 سنة، بأن هم يستخرجوا جواز سفر بدون إذن الوصي. إزاي اتفق ده مع مفهوم التطور والحرية، وكيف يختلف الأمر ده؟ عايزة أقف عن الحتة دي وأقول لكم أنه ليس كل ما تروق على الشاشات أو صفحات الجرائد من إعلانات تاريخية زي كده هيكون لها أثر حقيقي في التطور وتعطي حرية حقيقية. في السعودية من الستات اللي وقفوا علشان يطالبوا بحرية المرأة في القيادة محبوسين دلوقتي، وكمان يعني بيواجهوا حكم الإعدام في، أنا مش عارفة 10 ولا 11 ولا أكتر ولا العدد اللي احنا ما نقدرش نعرفه. الواجهة بتقول أنا سمحت لكم بالقيادة، بس أنا هسكت كل صوت يقدر يتكلم ضد أي قانون أنا مش عايزه يمشي. السماح للمرأة بأنها تطلع جواز السفر، ولكن لا يسمح المرأة أنها ترفع الوصي عنها مثلا في موضوع الزواج. يعني الوصاية لسه موجودة بس تقدر تطلع جواز سفر ازاي؟ عارفين ليه ما تقدرش تتجوز من غير وصي؟ لان الاسلام بيقول كده، ده القانون الاسلامي. حاجة تانية، السماح للمرأة بالقيادة، بس لو الست اتمسكت في حادث مروري مثلا واضطر ان هم يحطوها في السجن، ما تقدرش تخرج من السجن مثلا تدفع كفالة وتخرج نفسها، لا، لازم الوصي عليها يجي يخرجها. فيعني انك تضع قوانين كده وتقول ان دي قوانين مفتوحة وانت لم ترتب الامور اللي هتدي فعلا الحرية الحقيقية، ده كلام، المسألة دي كلام، لانك اعطيت بعض الحريات في الواجهه كده للناس ان هم للستات ان هم يشتغلوا ويطلعوا. انت يعني في الظاهر نحن نحاول ان احنا يعني نتماشى مع المجتمعات الغربيه، ولكن الواقع يقول لك ايه، مش عارفه، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. خليني اخد مكالمه، مين معايا؟ اوكي، سلام المسيح اخ جرجس، اهلا بيك، تفضل. اهلا استاذه اماني، زي حضرتك؟ نشكر الرب، اهلا بيك، تعليقك. ربنا يباركك ويستخدمك في المجد اسمه ويباركك اخويا. انا عايز اقول بس الاخ بولس، نعم، ان الكلام بيقوله ده غلط، ان في حكم محكمه صدر في عصر مبارك، نعم، حقيه اي واحد يروح للاسلام وهو مسيحي ان يرجع تاني اذا اراد. هذا الحكم نشر في جريدة وطني، وكان يعني وأنا أظن فاكر إن في واحدة كانت زمان، الكلام ده كان في التسعينات، وودت لها الجورنال وقلت لها من حقك ترجعي. انا ما سمعتش الحقيقه الجزء بتاع النقطه المسيحيه دي، لكن احنا يعني غطينا نقطه الاسلام بالنسبه للاخ بولس. انا بشكرك على تعليقك وشكرا على متابعتك الدائمه لينا، الرب يباركك. ربنا يباركك يا اختي. شكرا اخويا، انا بس عايز اقول حاجه. اتفضل. ان محمد بن سلمان ماشي خطوات كويسه جدا،
واخشى ان يجي يوم ان مصر تتعلم مع من السعوديه تبقى كارثه. ان مصر كانت بتقول التنوير في العالم العربي كله يجي السعوديه هي اللي تقول التنوير واحنا نتعلم منها. انا بطلب يعني بنصلي نصلي ان الرب ياتي بنوره على السعوديه وعلى مصر وعلى كل الدول الاسلاميه اللي محتاجه نور المسيح وفقط النور الحقيقي والحريه الحقيقيه في اسم يسوع. اشكرك والرب يباركك. طيب اهلا بيك. خلاص تفضل اخ زكريا. اهلا بيك تفضل. السلام ونعمه. سلام ونعمه ليك اخونا. اهلا بيك. ازيك يا زكريا؟ الله يحفظك. شكرا على النبي خير. شكرا على برنامجك المسلم الاقادم الذي يرقى الى مستوى الاقادم التعليم الاسر. شكرا. موضوع الحريه الاسلام جاء لاستعداد المراه. نعم. وجعل المراه جعل الرجل كاله بالنسبه للمراه. الحر المراه المسلمه. نعم. يجب عليها تقرر الاسلام وتقرر المسيحيه وتقرر المسيحيه. تصبح المرأة المسيحية تفرق عليه تصبح من الإنسان المسيحية تفرق الإسلام من القرآن الجامعي بكيسة الحرب وتصبح أقرب كنيسة من المغرب. أما الإسلام الإسلام الأمازيغ فلقد كانوا مسيحيين قبل دخول الإسلام وجزء من الأمازيغ المغرب والجزائر وليبيا وكان الإسلام في نقل المسيحية غير اليد تجده. وتحية لرئيسة ميانمار أو دولة بورما الجنوبية العظيمة التي كانت في قيد تحرك الإسلام بالإسلام. وتحية لجيش بورما الذي قضى على براثن الإسلام والدين ديانة البوذية الشريفة في بورما. وتحية لسوريا. سوريا زكريا زكريا انا يعني اديت لك مساحه تتكلم بس انا الحقيقه مش عارفه اسمعك كويس لكن انا متاكده انه المشاهدين سمعوا وربنا يباركك اخويا واشكرك على مشاهدتك النهارده. طيب خليني عايزه بس اعلق على حاجه. في شيخ اخر الشيخ الطريفي بيقول كده لا ينبغي ان نقول ان الاسلام حريه. الإسلام يبيح الحرية إلى ما هو قبل الحيوان. خليني بس أشرح لكم الحتة دي يا رب يخليكم يعني عشان أنا ذهلت وهو بيقول كده إنه يمكنك إنك يكون عندك حرية بس ما تبقاش زي الحيوانات اللي عندهم حرية يعني مفتوحة. والحرية اللي بتكلم عنها هي الحرية الجنسية. على طول أول ما نتكلم عن الحرية على طول يوجه الذهن إلى أنه لازم يكون الحرية تأتي بثمار حرية جنسية وانفتاح جنسي. على فكرة ده المفهوم الجسدي والبشري يعني اللي ملوش علاقة بالله أبدا. في مثل سمعته النهاردة يقولك أنه العصفور اللي محبوس في قفص دايما يبص للي بره القفص ويفتكر ان هما اللي فيهم حاجه غلط. الانسان اللي محطوط في قفص حدود هذا القفص هو كل ما يعرف. لكن الطير اللي طاير وبيقدر يطير وعارف انه جناحته يقدر يستخدمها وانه هناك الكثير من خليقه الله اللي ربنا هيرعاه فيها بيعيش بطريقه مختلفه عن اللي في القفص بس بياكل اللي بيديهوله وبيشرب اللي بيديهوله وبيؤدي اللي يطلب منه. ربنا ما خلقكوش علشان تكونوا طيور في قفص ولكن خلقكم علشان تحلقوا كالنسور. الكتاب المقدس بيقول كده انه الله يجدد كالنسر شبابك لما تكون عايش معاه وفي يقول لك تحلق كالنسر فيه. ده معنى الحريه الحقيقيه. شوف المعنى الحقيقي للحريه في الكتاب المقدس يعني الحريه لا تكون مطلقه لكن ليها ضوابط روحيه. بولس الرسول بيقول كده دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. مش إن احنا ننظر إلى بعضنا البعض ونقول أنا هاخد منك إيه أو أعيش أحسن منك إزاي أو أستغل منك أو منك إيه. لا
في اتهام بيوجه للمسيحيين انه احنا يعني بنعيش بصورة مختلفة، ان المسيحية فيها اباحية شرب خمر وزنا، ويمكن ان احنا نخطئ علشان المسيح غفر الخطايا، فيقول لك انتوا ما دام غفرت خطاياكم غفران ابدي اذا تقدروا تغلطوا وتعيشوا في الخطايا. في فرق بين الحرية والمسؤولية، والمسؤولية في حياة المسيحي مسؤولية تجاه الله مش الناس، مسؤولية تجاه عطية الله، النعمة المعطاة ليا اني اكون ابنة الله تعطيني تقيد كل تصرفاتي باني اكون شبهه شكله، اعمل كل ما يرضيه. شوف الكتاب المقدس بيتكلم عن انه احنا عندنا يعني توجيه من الله نعيش معاه ازاي، لكن بيديك في هذا التوجيه اختيار. في سفر التثنية بيقول كده: إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائده المكتوبة في سفر الشريعة هذا، إذا رجعت إلى الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك، إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عاثرة عليك أو بعيدة عنك، أنا بدي لك وبأهب لك كل حاجة. هي الوصية اللي قدامك دي أنا محاوطك بيها، مش صعبة عليك، تقدر تعملها، بس تقدر تختار تعملها أو ما تعملهاش. انظر بيقول له كده: قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. وبيقول كمان في نفس الإصحاح: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. الله لا يفرض عليك انك تختار الحياة، ولكن بيقول لك انا عندي فرصة اهو بديها لك، اختار الحياة علشان تعرف تعيش معايا. الله ادانا حرية الاختيار حتى اننا نعيش في بركة محبة المسيح، ونكون بركة لعيلة المسيح. عايز اقول لكم حاجة، السؤال اللي سألته في اول الحلقة، احنا عرفنا منين انه في حاجة اسمها حرية؟ الحقيقة وانا بحضر الحلقة دي جاء في ذهني يعني بداية خليقة الله للإنسان. الله لما خلق الإنسان من البداية في سفر التكوين كده، لما تبتدي من البداية وتلاقي ان الله يعطي آدم وحواء مكان يعيشوا فيه، بيديهم يقول لآدم كده: الحيوانات امامك ايه سميهم، مش زي ما القرآن بيقول كده هو اللي قال له أسامي الحيوانات، نو قال له لا هو سميهم، اعمل حاجة، انتج، كون جزء مني. فآدم وحواء كانوا بيتمشوا في جنة عدن مع الرب وبيتكلموا مع الرب، كان عندهم حديث مفتوح، علاقة حقيقية مفتوحة مع الله، إلى أن حصل إيه؟ حصلت الخطيئة. مجرد انه حصلت الخطية انكسرت حريتهم، لانهم بقوا مطاردين بخطيتهم وبالموت اللي نتج عن هذه الخطية. ما يسلب حرية الانسان المعطى من الله هي الخطية، الخطية وفقط، الى ان جاء المسيح ومات من اجلك ومن اجلي، وقدم نفسه فداء علشان يرفع عنك هذه الخطية ويعطيك الطريق انك تختار وتقول له: رب انا عايز هذا الفداء عشان اعيش معاك، علشان اكون ابنك، عشان اكون بنتك، علشان اكون جزء من هذه العائلة، علشان اشعر بالحرية الحقيقية. عارفين ليه اتكلمنا في الاول عن القوالب والقيود وشعورنا بالضغط والكلام ده كله؟ الكتاب بيتكلم عن واحد اعمى قبل كده، كم قابل المسيح والمسيح رد له بصره، قال لهم: انا كل اللي اعرفه اني كنت اعمى والان ابصر، كنت عايش في الضلمه، شفت الضلمه عشتها اعرفها كويس، ولكني الان ابصر نور الله، فمش ممكن تاخد مني النور تاني ده، لانه الله اعطاني هذا النور. عشان كده العابرين بيختاروا حتى انهم يحطوا يقبلوا الموت على رقابهم، لانهم شافوا الظلمه، عاشوا الظلمه، والان يعيشون في النور، ولا يبدل نور المسيح ولا عطيته بشيء ابدا.
بدعوك وبدعوك النهاردة إنك تقول وتقولي معايا: أنا رب عايز هذا النور، أنا رب عايز هذه الحرية الحقيقية. خلينا نشوف الآيات اللي جاية دي، نحط الآيات الأخيرة مرة تانية. الله بيتكلم عن حرية هو عايز يديها لك أنت وإنتي بمعونة منه. روح الله اللي بيتكلم من خلالي النهاردة، واللي بيتكلم من خلال الناس اللي انت بتقابلهم وبتقابليهم كل يوم، بيقول كده: أما الروح القدس المعين الذي سيرسل الآب باسمي، ده المسيح بيكلم تلاميذه كده، فإنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. أنا مش سايبكم يتامى، أنا ماشي معاكم خطوة خطوة، أنا برشدكم لما يقودكم إلى طريق الحرية الروحية الحقيقية، وهي الخلاص من الخطية ونير الخطية والموت في الخطية. ويقول كده الرب يسوع: إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. الحق هو الرب يسوع، الحق هو فدائه، هو محبته ليك. وإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. ده وعد الله ليك وليا النهاردة. الله اللي عايز يحررك من كل قيود هذا العالم. الأخ بولس قال لك: أنا كنت وبقيت، ولما كنت زمان كنت شاعر كده، والنهاردة عندي حرية أعمل أي حاجة ولكني أختار ما يرضي قلب الله. وأنا النهاردة بشهد أنه من أجل محبة الله أنا أرى العالم يتغير، وإخواتي يتركوا ما هو للوراء ويمتدوا إلى ما هو قدام في اسم يسوع المسيح. أصلي أن دي تكون صلاة قلبك النهاردة وصلاة قلبك النهاردة، أنك تستمتع. والرب بيقول لك كده: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذوقوا الحرية الحقيقية في المسيح علشان تكونوا من أهل بيت الله، مش أهل بيت الله اللي بيتكلم عنه محمد أبدا. ما حددش نفسه عندنا مجموعة كده من الشرفاء أهل بيت الله اللي بتتكلم عنهم الفكرة الإسلامية، ولكن المسيح اللي أتى من أجلك ومن أجلي بيقول لك النهاردة: أنت من أهل بيتي، أنا جيت عشان تكون من خلالي ومن خلال فدائي في عيلة الرب. تقبل وتقبلي النهاردة أن يكون ده اختيار قلبك. خليني أصلي من أجلكم. يا رب، احنا بكل اتضاع نعلم أننا عمي في العالم ده، وإن اختياراتنا كلها أنانية، وإن الخطية كسرت قلوبنا وكسرت حياتنا في أماكن كثيرة. نتوب أمامك اليوم يا رب، ونطلب منك غفرانك، ونعلن إيماننا بيسوع المسيح وإياه مصلوبا، ونعلن قبولنا لقيامته عننا وفدائه الإعجازي اللي يعطينا كل الحرية فيك في اسم يسوع المسيح. أصلي. أمين. إلى اللقاء أحبائي في الحلقة القادمة.